السلام عليكم عمو خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وغلا ديما. صحيح اللي بيحكوا عصام وليد؟ شو بيحكوا؟ بابا ما عاد يكذب، تحية لأبو الوليد، وبس لسه دوب يعصب وصراخه بيعلبي فيه. بابا ما عاد يكذب، تحية لأبو الوليد. شوفي أنا بطلت أكذب صح، بس ما بعرف شو بالنسبة لوليد. احكي الحقيقة يلا ولا لا تكذب يا وليد، الصدق بيرضي الله والكذب عمره ما يفيد. احكي الحقيقة يلا ولا عصومي لسه بيشخبط على الحيط؟ مين حكى هيك؟ أصحابه وأولاد الجيران. بس ممكن نعرف ليش هيك الشخابيط؟ ليش ما بيروح لك إلا الشخبط على الحيط؟ قوم قوم يا عصوم عليك يا عيب الشوم. شو قصة لعبهم بالمصعد؟ كمان تعرف قصة المصعد؟ وليد وعصومي يلعبوا في المصعد شي مرة، وعيون عمتومي عم يطلع جوا وبرا، واتطمنوا ما في حد رايح يطلع في المصعد. وعصومي وليد بيحبوا جنة كتير؟ شو بيحبوها؟ بيموتوا فيها. بيقلدوك في كل إشي؟ أنا لازم أعمل كل شي منيح، أولادي بيقلدوني، ربيهم على كل شي صحيح، أولادي نور عيوني. وصح أنت بتعمل هيك؟ أيوة صح، أيوة هيك. أحلى شي لما يجي رمضان. صوموا صوموا وصلنا الحبيب، من وقت الفجر وحتى المغيب، جددوا النية بعد رمضان. شو إجا يا ديما؟ أكيد إجا العيد. وإجا العيد، إجا العيد، يلا نلبس ثوب جديد. إجا العيد، إجا العيد، يلا نلبس ثوب جديد. آه صحيح، ذكرت، مبروك البيبي الجديد اللي إجاكم. الله يبارك فيكي، بس كيف عرفتي؟ جنى حكت لي. شو حكت لك؟ حكت لي ماما لعبت بيبي، بابي حلو صغير. عمو سمعت انك مسافر. مسافر؟ انا دائما مسافر يا ديما. توصي شي؟ ما بدنا الا سلامتك. بالسلامة حبيبي يا بابا، روح وترجع يا غالي، يا دموع العين سكابة على دنيا انا مالي. الان في الاسواق بابا ما عاد يكذب. المقادير أنا وجنى وعصومي ووليد، بابا ما عاد يكذب، متوفر على كاسيت سي دي دي في دي. يطلب منك